قولي لي يا امل، انتي دخلتي التالتة شمال وقعدتي تهتفي في التالتة شمال، ما خفتيش من الزحمة؟ عشان انا حبي للنادي بره الخوف، بره ما بخاف، يعني دي حاجة ما تخوفنيش، بس هو التواجه معايا صعوبات بس في فكرة الكرسي، لان انا اصلا كانوا اغلب الناس كانوا خايفين ان انا اقع من على المدرج، لان انا كنت بشجع بحماس جامد جدا، وكنت بقوم اقف يعني زي اي جمهور واقف ورايا، وكان كل ما الجمهور يقف اقول له لا كمل كمل، احنا 90 دقيقة مش هنقف. كنت واخد عهد على نفسي ان انا اول ما اخش الاستاد مش هوقف تشجيع. اغلب الناس كانوا فاكرين ان انا بتعب، بالعكس انا ما تعبتش، وان شاء الله الماتش الجاي حتى لو ما نزلتش تحت انا هقعد في المدرجات وهشجع برضه. هو الاهلي رقم واحد في حياتي، مش بمعنى ان انا عندي ظروف ان انا ما اشجعهوش. انا كورة بوجه له رسالة، انت سوبر ستار، انت سوبر ستار كورة، انت استاذ من اساتذة الكورة السوبر سترية. يعني حياتي ان انا اقابل الكابتن خطيب واطلب منه الطلب ان انا اقعد تحت قدام اللعيبة، وحتة الفيديو اللي اتنشر ده انا مكنتش متخيلة ان هو يتنشر او بيتشاف كده، بس انا حبي للاهلي ما توصفش بصراحة. من التالتة شمال بنهزي جبال، وبقى على صوت دايما بنشجع الابطال، فريق كبير فريق عظيم، ادي له عمري وبرضه اهلي.